السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. إسرائيل تكشف هدف صنعاء من عمليات البحر الأحمر ومدى قدراتها العسكرية. وإلى التفاصيل. اعترفت إسرائيل بتحول صنعاء إلى قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، وأن قرارها خوض الحرب كان لدعم القضية الفلسطينية التي ترتبط بها منذ سنين وليس لأي هدف آخر. وقالت القناة 12 الإسرائيلية في تقرير لها: لقد تمكن الحوثيون من التحول إلى قوة عسكرية وسياسية كبيرة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، وحليفا مهما لإيران، ولاعبا إقليميا يهدد حرية المياه البحرية وأمن جنوب إسرائيل. مضيفة: انخراط الحوثيين في الحرب ضد إسرائيل ليس جزءا من رد فعل إقليمي يخدم إيران، بل هو تعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية بشكل مستقل ومعارضة إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدة أن الحوثيين أعربوا على مر السنين عن دعمهم للفلسطينيين ونضالهم، وعرضوا على السعودية صفقة تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح فلسطينيين، والتي أظهرت الاستعداد للعمل من أجل الفلسطينيين. وأشارت إلى تحقيق الحوثيين إنجازات من حملتهم في البحر الأحمر، وكسبوا التعاطف والدعم في اليمن وفي العالم العربي والإسلامي، كما أن استعراضهم للقوة العسكرية يخدمهم أيضا في ردع السعودية والإمارات، لافتة إلى أن نجاحات الحوثيين الأخيرة تظهر زيادة تحسن قدراتهم على إنتاج الأسلحة بشكل مستقل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.